صباح الخير علوية او مساء الخير على حسب ما بنشوف الفيديو الجامد ده. طبعا بصراحة نايم وبصوا في سبع النوبة كمان. احسن حاجة علوية ان انا اكون نايم وحركاته زعبولة بعيد عني، راحة نفسية والله. ابو علي هو اللي بس مش عايز يصحى. ابو علي هو فين؟ ما مش ليلي. طيب انا صحيح بقى بطريقتي ماشي، خلينا احط له هنا بقى البتاع ده. ايوه البرامج. يا ابو علي اصحى دلوقتي يلا بسرعة عشان في تحدي. ابو علي يا ابو علي ابو علي. او ماي جاد علوي، هو تقريبا واحد كده دخل في بيتي عمل فرح. ابو علي قولي بولي وين الصوت ده؟ يا نهار زمان انت بتعمل ايه يا ابني؟ انا بقالي ثلاث ساعات بصحيح قولي بول يا فرخة نوم. يا ابني مين اللي قالك اعمل بس الصداع ده؟ انا عايز اصحى بنوم زي اي انسان طبيعي عادي. وبعدين ايه اللي انت بتنزله ده؟ ابو علي حركات اللي قالك كده، انا لو لقيت نايم وما رضيتش تصحى اعمل كده عشان حركات محضر التحدي اللي قالك عليه. يعني التحدي يا ابني حركات ما بيعرفش يرسم اصلا، ازاي محضر لنا تحدي رسم؟ انا مش عارف. ابو علي احنا مالناش دعوه، هنشوف التحدي بتاعه وخلاص. طيب انا اصلا منزل البيت ده عشان كده اهو، بصوا منزل البيت ده. اوكي طبعا الرسمة علوية هنرسم هنا طبعا وش كده اهو، هو ده حركاتي علوية. ثانية اهو هنرسم هنا كده العين. انت وانا مالي مش هجي. ايه ده حركات جي؟ طيب ثواني ثواني اما ارسمك حركات اهو. وش اهو، هو ده وش حركات طبعا بودانه دي، اهي دي ودنه ودي ودنه طبعا علوية. بصوا مش ده شكل حركة. ونعمل له بس الشعر، ايوه شعره كده اهو نفس الشعر بالظبط. وانا مالي مش شايف حاجة. ما تقلقش هما بصوا العلوية هيشوفوها يكتبوا طبعا في الكومنتات ان هي طبعا الرسمة دي بتاعتك بالظبط اهو يا علوية. بذمتكم مش هو مش هو ده حركات؟ ايه ده شكل ابوي شاح ولا لا؟ اه والله جميل جدا اهو يا علوية، شفتوا نجحت في التحدي ولا حركات؟ إيه انا بص منزل البيت ده مخصوص عشان بص محضر الرسمة اهو وكل حاجة واللوحة كمان. يا ابني لا ابوش محضركم تحدي رسم وش اجمل من ده يا حبيبي. اجمل من ده؟ انت ما بتعرفش ترسم اصلا، ازاي انت محضر لنا تحدي رسم؟ وانا مالي مش هو التحدي جاهز يا حبيبي، محتاج ذكاء. ذكاء؟ وانت اصلا ما عندكش ذكاء ولا بتعرف ترسم. معلش بقيت كده هو بس عارف تحدي، هو استنى فيه. انت ما انت مش ولا كشرتك دلوقتي مش ما جتش بقى. طب طب خلاص خلاص قولي بولي معادي يا علوي، والله كنت رسمه بيا بيا، مش ده كان شكله اللي مرسوم؟ انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات. ماشي يلا. اوكي يا علوي جينا في تحدي الرسم. وطة ايه ده؟ انا معايا قلم، انا ما ينفعش اقرب الكاميرا ولا اعمل اي حاجه، بس ماشي كده. ابو علي احنا بنعمل خطوط. وانا مالي مش هيك بقى في تحدي يا حبيبي، عشان مش بتعبيه كيفي. اه والله ثانية بص حركات ثانية كده، هو انا امشي كده حركات ثواني؟ يا ابني انت مش رايح تمشي في وشي. ايه ده؟ ما ينفعش يعدوا، لازم يعدوا من فوق. قولي مول الحواء. ايه ده مين اللي بيمسح؟ انا معايا مسحت النقطة عشان اوقعكم. توقع مين يا نوب انت؟ طب انا ارسم كده واعدي. ايه ده مين اللي يا ابني؟ او ماي جاد، يعني انت بينفع تمسح الرسمة بتاعتي؟ طب ثواني انا ارسم كده سلم يا زعبولة. بص ارسم هنا كده سلم 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 سلم، امسح كده يا زعبولة. امسحهولك برضه اوقعك. مش هتعرف يا حبيبي، امسح. ايه ده؟ بيوقعني. لا خليني اعدي يا زعبولة يا نوب. ابو علي انت بص بتقدر تمسح الرسمة بتاعت اي حد. وانا مالي مش واعي العيال مش واعي. ولا عيال؟ طيب ماشي. اه يا زعبولة. ايه ده؟ انت كنت عايز توقعني؟ ايوه اوقعك يا حبيبي، اطلع كده ابو علي. ليتس جو. ايه التحدي الجامد ده؟ فهمت كل حاجة دلوقتي. بص يا علي مش ينفع اعدي، لازم نعمل كده طبعا. اوكي لا لا امسح امسح يا ابني، امسح الرسومات الغريبة بتاعتكم دي. او ماي جاد علي، بص امسح للكل. بص كم واحد وقع. ابو علي انت كده وقعتوه. انت مالي مش بتوقعني. طيب طيب ماشي انا بص بس. لا انا وقعت من ورا. طيب ماشي. مين اللي بيمسح؟ محدش يمسح يا ابني. اوكي بسرعه عند ابو علي. ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. عديت عديت عديت، انا هكسبكم كلكم يا دبان بسرعه. خدت التشيك بوينت. عدي كده ابو علي، انا اول واحد. ابو علي هجيبك دلوقتي. انت مالي ابو علي يا نيو، انت مش ماما تشمش مش غلط. اوكي ارسم كده على الواد مش عارف اقعد. اتحبس حبستهم. انت مالي يا نيو، انت ما تحبسش حد يا اما مش هموتك. لا مش هتموتونا يا نبات. اوكي ارسم لهم هنا كده على الوي، ايوه هنا كده نرسم لهم سجن عشان محدش يعدي. او ماي جاد مين اللي بيرسم ده؟ وادي مالي اخليهم ماشي يجيبوك كل يوم ولا ايه؟ استنوا استنوا استنوا، خلاص خلاص مش هرسم بقى على الوي، احبسهم. اوه محتاجين هنا نعمل كده بسرعه 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 بسرعه. يا ابني مين اللي حط بس السلم في وشك؟ بسرعه بسرعه امسح. اوكي طلعت طلعت طلعت، عايزين نرسم كده. ليتس جو ليتس جو، نط بايرك يا ابو علي. يا سلام ابو علي محترف، انا اول واحد. ليتس جو. شفت علوية واحد شال الرسمة. اوكي بسرعة بسرعة بسرعة. ايه ده؟ انت حركات اللي بتشيل الرسمة؟ ايوه يا حبيبي عشان مش هوقعك مش هدو. توقعني ماشي يا فرخ. ايه ده؟ لمست الليزر، معناه ان احنا نرسم كده على الليزر. طيب ماشي ارسم كده بقى علي على الليزر. يب بس كله بيرسم على الليزر عشان طبعا نلمس الليزر ونموت. اوكي بسرعة بسرعة ليتس جو، ارسم كده بقى علي ارسم. بص الواد النوب اللي بيبوظ لي الرسمة. يا نوب انت يا فرخ عايز نلمس طبعا. وقع بسرعة
احسن وقع هو. لمسنا الليزر من فوق. اوكي بص هو قاعد دلوقتي على بص شوفوا هو خليه يعدي وبعد كده اوقعه. بصوا هرسم له بقى ايه ده رسمه وخليهم يعدوا واروح موقعه. انت وانت ماني مش بوتش حد ما جيش حبايبي مش هيبقى خليهم كشاشة. طيب ماشي يلا ارسم لكم اهو انا برسم رسمه يلا عدوا محدش يمسح. اوكي يا نبات انتوا مصابين يمسحوا على ويا وقعونا بسرعة. لا يا نبات والله يا النوبة. او ماي جاد سريع اعمل كده بعلي بسرعة ارسم. لا يا نبات محدش يمسح. طيب على ويا خلاص كده وكتبت لهم لا تمسحوا بقى عشان تعرف نعدي بسرعة. بس هما طبعا راسمين فوق مش عايزين نرسم فوق. استنوا بصوا العيال وقعت ازاي. احنا عايزين نرسم هنا كده اهو ايون اهو بصوا كده عدينا. امسح ده يا ابني يا دوب انت بصوا الواد راسم في وشنا. اوكي عدينا خلينا ناخد التشيك بوينت بسرعة. حط هنا كده بتاع في وشهم. انت واد يا مالي مش بتحط بتاع في وش عايز تموتي ولا ايه؟ اوكي زعبولة البزعبل جه بسرعة خلينا نعدي كده. ليتس جو عدينا ناخد التشيك بوينت. على الواد التحدي ده جامد والله. تحدي رسم جامد جدا. هاجي مالي يا رجبة انت مش كنت شاوش تيجي. والله تحدي جامد حركات بسرعة. لا ايه ده ثانية الكرة اللي بتنزل دي شكلها غريب. اعمل كده بعلي. احنا كده وقفناها محتاجين نرسم كده فوق عشان نعدي من فوق. والله حاجة جامدة. امسح كده بعلي الرسمة دي. ايوان امسح كده بسرعة. ثانية بقى نشيل دي كمان. لا لمستها. علي امشي ورايا. طيب استنى بس ايه اللي انتوا راسمينه ده؟ ثانية انا ارسم. اوه بص طبعا هي تخبط في البتاعة دي. خبطت في زعبولة. انت بعلي خليتها تخبط فيا. طيب ثانية بس. لا لا يا نبات ارسم كده بعلي. يا نهار ازرق تلبسني. اوكي عايزينها تعدي خليها تعدي. امسح كده ابو علي بالاستيك عشان تعدي. يا ابني سيبوها تعدي. سيبوها تعدي ابو علي هتموتها. اوكي ثانيه بس هنرسم بقى كده. بصوا شوفوا هنا كده اهو انا رسمت شفتوا وقفت ازاي ذكاء. بس دلوقتي ابو علي تقريبا هتلبسنا لو مسحنا. ممكن نرسم كده ونمسح دي. اوكي علويه امسح. لا لمستني ابو علي. اخر حل انت تعدي من فوق. طيب بصوا هنعمل كده بس ما تمسحوش بقى الرسم ماشي. اعمل كده عايزين نمسح طيب من تحت شويه عشان نعرف نعدي. اوكي بسرعه. عديت خلينا ناخد التشيك بوينت. اوكي مش عايزين نرسم. اعمل دي عشان ما تخبطش فيا. شايفين الوان الذكاء. ذكاء يا حبيبي ابو علي. طب انت كده خليت تخبط فينا احنا. لا لمستني. استنى يا زعبول عايزين نعدي. طب انت كمان عاوز اعدي. لا يا نبات انا عايز ارسم لوحدي. امشوا بعيد عني كده امسح لهم الرسمه. وانت بتمسح الرسمه وانا بعدي يا معلم توقعني. او ماي جاد استنوا. طيب وانا حركات الفرخه. انتوا نبات مش انتوا لسه واقف ولا ايه؟ انا بحاول اطلع بس هم بصوا بيرسموا رسومات غريبه. عدي كده. يا علوية المفروض كل واحد يمسح لنفسه بصراحه. صاحب اللعبة عامل كل حاجه صح الا دي. بصوا الواد رسم كنت واقع في الجو راح رسم لي. والله برافو عليك. اوكي عايزين ننزل تحت ناخد التشيك بوينت. عدينا خلينا نيجي هنا على السلم. صح احنا ننط ليه يا حبيبي؟ احنا نرسم كده على السلم. يا ابني انت بترسم في وشي. اوكي امسح بسرعه. نعمل كده اطلع بدل ما يمسحوا. يا ابني استنوا بسرعه. امسح والله لمسح لكم بقى. اعمل كده بقى علي. يب عديت على شايفين. طب انا عديت في الناحيه الثانيه. برافو عليك حركات الفرخه. انا بقى مش قدامكم بكتير حركات. بصوا فين يا علوي ده سباق. واطا حركات مسابقنا. ايوه يا حبيبي شبشبكم يا حبيبي شويه تحدي ولا ايه؟ المفروض نعدي من الناحيه الثانيه. ايه بس اللي جابنا هنا؟ ارسم كده ابو علي. ايوه حبستهم. بصوا علوي هيخبطوا. طيب اهو شلتها لكم. والله تحدي جامد تحبس في اصحابك. ثانيه علوي هم هينطوا من هنا دلوقتي خلينا نعمل لهم كده. هم نازلين. بصوا هنا ابو علي بتشيلها ابو علي. طيب ماشي. هو اصلا اي حد بينزل على الرسمه بتاعتك. اوكي طريق جامد ده. لا كنت شفت رسمت في اخر لحظه. اوكي امسح كده ابو علي عشان طبعا القلم بيخلص. على شايفين القلم بس فيه 14 دلوقتي من الحبر. كل ما احنا بنرسم القلم بيخلص. بص الواد ده. او ماي جاد نط كده ابو علي. وقطع الجمدان. كنت اقع دلوقتي بصوا بقيت ماشي عادي جدا بسرعه. البتاعه كانت هتتعمل. بصوا عديت عادي. اوكي بسرعه. وادي بالي مش قدامكم يلا مش تعب شو. طيب ماشي يلا زعبول. انا وراك على طول. اوكي دلوقتي لا 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 ايه البتاع الغريب دي؟ اعمل كده. ايوه لو سدنا لو قفلنا عليها كده على مش هينفع تيجي. برافو. انا شايف في واحد فاتح حاجه مش طبيعيه. في واحد فاتح حاجه. لمستها. طيب امسح كده بعلي بقى. امسح عايزين نشيل كل الحاجات دي عشان نعرف نعدي. هي بتنزل هنا صح؟ فاحنا هنعمل لها كده بقى. بصوا علوية خلاص هتنزل هنا. بص في الرسمه. يا سلام على الذكاء. بعد كده ناخد التشيك بوينت. اوكي ارسم كده بعلي. يا ريت محدش يمسح
ليتس جو. عدينا. اعمل كده. بص مش هينزل على الوقت. يابا شايفين الذكاء. احتراف. اعمل كده. هو القلم خلص. عدينا. او ماي جاد. خلينا نعدي بسرعة. طيب معناها ان احنا نعدي من فوق دلوقتي. عشان ده مش بيتحرك. اعمل كده. لا لمستها. اوكي نجيب الاستيكة عشان نمسح بس الرسمة بتاعتنا عشان يكون معانا رسوماتي على الواقع. عشان نعرف نعدي. ليتس جو. ايوه يا ابني انت بتعمل ايه؟ امسح الرسمة الغريبة دي. امسح دي كمان. يب. ايه الواد عدى. الواد ازاي عدى؟ اه صح ده بعيد عننا بقى. ما احنا المفروض نعدي. طيب ماشي. عديت. ارسم عشان نطلع من فوق. اوكي اعمل كده. هولي مولي. في واحد بيحدف علينا. لا. اعمل كده. في واحد. لا يا رزباني في واحد بيحدف علينا كورة. بعدين بعدين بوتش ده بوت. بوت. ثانية امسح. معلم مين اللي بيحدف الكورة ده؟ مش عارف. اه واحد بصوا. اعمل كده بعد عشان لما يجي يحذف. بص هيحذف فيها. بص على الذكاء. شايفين؟ بص ذكاء والله. انا اللي رسم اللون الاسود طبعا. يا نهار زبادي ايه الرسمه الغريبه دي. اوكي بص بتجي لنا الكوره من هنا. علي يلا تعالى ورايا. طيب 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 ماشي ماشي ماشي. اعمل كده بعد. بص دلوقتي لما يجي يحذف. شايفين على الهوية؟ والله ان انا ذكي برسم رسومات ذكيه جدا. وادي بالي بشبشبك يا حبيبي. اوكي يا ابني جاي لكم. او ماي جاد ده جامد. مش عايزين نقع. بسرعه بسرعه بسرعه. طبعا احسن حاجه ان احنا بنقدر نوقف الكور الغريبة دي اللي بتيجي تموتنا في أي لحظة. ثانية 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 يا أصحاب. ثانية يا أصحاب محدش يعمل حاجة. محدش يعمل حاجة. امسح كده. أوكي يا أصحاب محدش يعمل حاجة. سيبوا لي أنا بصوا الفرصة دي لأن أنا ذكي بعرف أتعامل. يا ابني شيل اللي أنت عامله ده. يلا بقى. أوعى أوعى أو ماي جاد. المفروض كان الواد يقع. وقعت على دماغه. اعمل كده. شايفين الذكاء؟ والله ذكاء. أنا قدامك. طيب طيب يا زعبول بسرعة بسرعة. وادي بالي بس انا تعب شويه بالصديق. اوكي اوكي خلينا نمشي بسرعه بسرعه. حركات فين؟ حركات المفروض معايا او قدامي بخط اهو. هم دول فريق الحرامي. او ماي جاد الرسمه الغريبه دي. خلينا نمسح لهم اللي هم عاملينه ده. ايوان امسح امسح. او ماي جاد هيموتوا 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 هيموتوا. وادي بالي ما تموتش فيا يا حبايه. طيب طيب ماشي يا دوب انت. اوكي بسرعه بصوا على الواحد حابسين البتاع ازاي. ثانيه ايوان عشان اول ما تقعدوا على العيال يموتوا. او ماي جاد بص على سبتهم يمشوا طبعا عشان اعرف العب. بصوا من غير اي وجع دماغ لان كلهم بيمسحوا لك الرسمه وبيرخموا عليك بصوا بطريقه غريبه جدا. فاحنا عايزين نرسم كده. بصوا القلم فوقي على الواد بيخلص. اوكي فاحنا طبعا محتاجين نمسح امسح عشان يبقى معانا حبر ان احنا نعرف نرسم الناحيه الثانيه. فاهمين؟ لازم نمسح باستيكا عشان يكون معانا حبر. احسن حاجه دي عشان انت لو فضلت ترسم كده على طول هتلاقي واحد عمال يرسم بشكل مش طبيعي. فالمفروض طبعا ان هو يوقف الرسم شويه. وكمان الحبر اللي تحت مش لازم تنزل تمسحه لان انت لما بتاخد التشيك بوينت. بصوا دلوقتي انا مش معايا حبر كتير. بص على ايه الحبر كله خلص. اوكي امسح الرسمه دي. يا معلم تمسح رسمتي ليه؟ استنى بس يا دوب. ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ اه بيقول لك ارسم مربع. وطه معلم انت دوب على فكره. او ماي جاد ما كنتش اعرف والله. كنت عايز اعدي من فوق. والله ما كنتش اعرف على ايه. ثانيه نرسم النجمه بسرعه. يلا عدي بسرعه 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 بسرعه. ايه ده حركات عمك وط. مين اللي كاتب كده؟ امسح النوم ده. استنى ارسم لكم حركات. وادي مالي مش وريني الرسم اللي انت كنت يا شبع. اوكي اوكي طيب ماشي. عايز يا ابني استنى ما تكتبوش. محدش يكتب. بصوا كاتبين ايه ده؟ اه استنوا يا نوم بقى. محدش يكتب. استنوا ارسم لكم رسمه حركات اللي انا كنت راسمها في بروكين. اهو هي كوره كده. ايوه هنا طبعا العين وهنا طبعا الرموش. اهو عين وهنا الرموش وهنا طبعا المناخير وهنا بقى البق اهو. يا سلام ايه رايك حركات؟ ايه ده وادي مالي بيتداوي؟ ده حركات يا ابني. ايه ده يا حبيبي ده حيامي؟ حرامي على اساس ان انت يعني دكتور ما انت حرامي. وادي مالي مش ده مش انا ولا مش كاشا يا اشا. ايه رايك؟ بص صاحبك بيرسم اهو. بص عمال يرسم له ودان وبيرسم له بنطلون وتيشيرت وكل حاجه وايد كمان. وادي مالي مش ده نوم خالي. اه والله بصوا هي دي الرسمه اللي كنت راسمها في بروك هيفن. مش شبه حركاتي على وين دي؟ اكتب لي في الكومنتات هو ده شبه حركاتي ولا لا؟ ولا مش انت نوم؟ اوكي ثانيه خلينا نمسح نمسح نمسح. ايوان هنكتب دلوقتي علويه هنا طبعا العلاويه. اوكي يب. اه القلم خلص. بصوا بس حوها النبات. خلينا نمشي بقى بسرعه. وما يقدم مين ده؟ فين احلى غريبه هنا؟ ثانيه. لا 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 احسن احسن ضربتهم. وادي مالي مش تلوم ولا ايه؟ بسرعه هتروح تضربهم تاني علويه. يلا يلا خليها تروح تضربهم. اوكي انا جبتك يا نوب. بسرعه بصوا الناحيه الغريبه دي. ايوه اضرب زعبول. انا بقالي روح اضرب زعبول. لا 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 المفروض ان انا ارسم. وادي بالي ماشي حبستها حبستوها. استنوا استنوا نطلع من فوق. احنا ايه اللي مشينا من تحت؟ نطلع من فوق كده. الحفاضه ده يبقى اذكى مننا يعني. اوكي بسرعه نطلع كده. بصوا بلحلة والله عايزه تلمسني. قطعي الجمد. انزل ناخد التشيك بوينت في مكعبات. بصوا بالشكل اللي هو الديزاين ده شكلها جامد بصراحه.
لو يا نحلة يا نوبة، انا عرفت دلوقتي على الوقت. لازم نحبس النحلة على طول من قبل ما تتحرك اصلا. انا بقى مش حبسها على طول ما تديش اي فوشة. طيب طيب ايه ده، ازاي لمستني؟ يلا تاني تاني تاني، امسح اللي هم عاملينه ده. بصوا على الوقت، هحبسها دلوقتي بشكل ذكي. ايوه كده كده هي اتحبست خلاص، ما تقدرش. لا يا نار زماني، الواد مسح في ثانيه وموتني يا نوب. بص الواد اللي من الجيش الحربيه والله مسح في ثانيه وراح مموتني. اوكي هيمسح، مسحك والله، كان عايز يمسح. ثانيه 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 ابو علي، ليه بيمسحوا؟ مش عارف، عشان يموتونا. لا اوه شفت انا كسرت نفسي ازاي في اخر لحظه؟ النحله كانت جايه تهجم عليا، رحت راسم كده عشان ما تنزلش عليا. اوكي بسرعه بسرعه بسرعه، انا اول واحد دلوقتي. انا ما بيتش هجيبك يا حبيبي. اوكي نط كده، يا سلام. بص النحله، امسح بقى امسح عشان تنزل تموت الواد. نزلت موتت الواد، امسح له امسح له عشان تموت ده كمان. ما تجيش العربيه دي بسرعه، موتي موتي النحله الاثنين. تستاهل يا ابو علي. لا لا ارسم. اوه الحمد لله الحمد لله عديت. ايه ده، المفروض ان انا ارسم هنا عشان انزل عليها. بص اللي بيرسم في وشي، ماشي يا نوب انت. بصوا بيرسم في وشي طبعا. ارسم كده، عدينا، ارسم هنا عشان النحله، امسح بقى ابو علي كده. لا 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 استنى، او ماي جاد النحله كانت مش عايزه حد قال له امسح لهم الرسمه عشان تهجم عليهم النحله. هجمت عليهم موتتهم. اوكي هتنزل دلوقتي، اوعي تيجي عليا. بصوا حطيت طبعا هنا طبعا الرسمه عشان ما تجيش عليا. امسح امسح عشان تموتهم هم بقى. طب علي يا نوب. اوكي كده تموت زعبوله. يلا عدي امسح له. ايوه اي حد يعدي امسح له. او ماي جاد مش هخليهم يعدوا. طب علي استنى. اوكي واو واو محدش هيعدي. امسح امسح. طب علي استنى بقى خليني اعدي. اوعى زعبوله. طب علي يا نوب. انت مالي بتشي ولا مش هعدي؟ مش ما خليكش تعدي دلوقتي، مش قدامك. قدامي يا فرخه هعدي برضو. اوكي لو انا وقعت احشي. طيب يا نهار زبادي، انا وقعت تحت خالص عند النحله. احسن ابو علي عشان كنت عمال تشيل الرسمه. اوكي والله النحله كانت هتمسكني دلوقتي، عملت بالقلم على طول في اخر لحظه. انزل كده. طيب دلوقتي نرسم. لا بص حطيت الرسمه بعد ما مت. يلا ابو علي بسرعه، المشكله دلوقتي على وين الحبر بيخلص. فطبعا النحله كانت نازله تهجم عليا في اخر لحظه. امسح عشان يكون معانا قلم طبعا. يلا نط امسح امسح كده، معانا حبر حلو. اعمل كده عشان النحله طبعا ما تنزلش تهجم علينا تاكلنا. بسرعه امسح. اوكي عديت. هولي مولي علويه، ايه ده صعوبه صعوبه، محتاجه ذكاء والله وسرعه عشان تعرفوا تعدوا. انت اللي بترسم باركور لنفسك، عم بتعمل بص الخطوات. ثانيه لما اخد التشيك بوينت الحبر هيتملي. بصوا الحبر اتملى، بتعمل خطوه كده خطوه كده خطوه كده خطوه كده، باركور. انت مش بتعمل باركور بنفسك. اوكي التشيك بوينت ده. ايه الكره الغريبه دي؟ ابو علي المفروض واقف دلوقتي، بص الكره دي ما تلمسهاش. طيب طيب ماشي زي الخطوه اللي فاتت يعني. ايوه موتوا كلكم. ايه ده يا ابو علي انت بتطولتم ليه؟ احسن عشان مش عارف اعدي بينهم. بسرعه 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 بسرعه، اعمل كده. ايوه لا لا بصوا كم كره كانت هتنزل لي. ايوان لا يا نوب يا نوب يا زعبوله. يلا معايا موت يا معايا احسن ولا تستنوا. او ماي جاد طب اهو بقى موتوا انتوا كمان. انا عديت فوق عديت فوق، يا رب ما حد يمسح الرسمه، يا رب ما حد يمسح الرسمه. بسرعه لا يا نوبات يا نوبات، مسح الرسمه على اللي. طيب امسح كده بقى علي. ايوان لا في هنا مشكله، ان هنا في طبعا البتاع ده بيتحاش. يا نوبات ما حدش يمسح الرسمه. انا عديت تحت عديت تحت، اعمل كده. ايوان اوكي اوكي يا رب ما حد يمسح الرسمه. امسح بقى دول امسح دول امسح دول امسح. عديت عديت عديت. ايه يا حبيبي انت بتواني يا نوبات؟ بصوا كم كوره قالوا يا نهار زبادي، كم كوره كانت محبوسه. عدينا عدينا عدينا، ليتس جو يا ابني شيلوا الرسمه. ادي مالي مش وراني شي في وشي. ترسموا في وشي يا نوبات. ايوه امسح. انا بص ماشي عمال امسح، بس صورتي بص محطوطه على الاستيكه، بيبان طبعا قالوا يا مين اللي بيمسح عشان لو انت عايز توقع واحد ارسم. اوه شفت علي وانا وقعت فين؟ وحده تحت خالص، وحده تحت خالص. بس الاحسن ان احنا نرجع يعني، بدل ما نقعد نرسم من تحت وكده، هو ترجع على طول ارسم كده. بص الواد مستنيني يا علي، انا وهو جاي اروح موقعه. بص بقى اوقعه دلوقتي. اوكي بيرسم اهو، يلا امسح له كده. كنت عايز يوقع. اوكي بص جينا فين دلوقتي؟ نط 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 نط، عدينا عدينا طلعت فوق. او ماي جاد عديت. يب بصوا طبعا الواد ده الرسمه اللي هو البوت وكده عمال يحلف علينا كور غريبه. عديه عديه عديت. اه الحقيقه على شوفوا فينا تشيك بوينت جوه، المفروض ان احنا ناخدها. طيب عايزين نرسم ارسم. ايه ده انا برسم بس على على نفسي. خلينا ناخد التشيك بوينت. وانا مش بقى بتاع التويت ده، مش هنمشي كلنا. اوكي 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 امسح، محدش يمسح رسمتي يا رخمين. هي رخمه والله بيمسحوا الرسمه بتاعتي. اوكي بسرعه ارسم كده بقى علي. يا سلام بسرعه عديت. اوكي انا وافق، خدت التشيك بوينت. نط بقى علي اتفتحت.
ليتس جو. بص ناطط من اعلى مكان فوق. ايه العربيه الغريبه دي؟ السبيد بتاعتي صفر، السبيد 4 5 7 8 10. بط مين اللي بيرسم قدامي؟ احشاء ما تخلوش يمشي، حركات فرقه يا دوب. طب انا بقى ارسم لكم هنا كده او اوعوا بقى العربيه بتاعتكم. ادي مالي بتشيل حاجاتي غايبه دي، شيل حاجات يا نار زماني. وعوني ارسم كده بقى لو بص العربيه طارت. انا الالم دلوقتي معيش الم، انا كده خلاص يعتبر خسرت، انا معيش الم. ادي مالي بص دلوقتي لازم تمشي مع واحد يا حبيبي، لازم امشي مع واحد. والله بص الالم معايا اتنين، يعني لو رسمت كده حته صغيره بس اوكي محدش محدش. ابو علي يا ذكي انا اللي مسحت. بص بيضحك. طبعا انا محتاج ان انا اجيب قلم بصراحه، بس مش عارف اجيب منين حبر. عاوز حبر؟ لا خدوني معاكم عشان معيش حبر. ايوه يا سلام عليك، بطل امسح بقى الطريق من ورا. ايوه امسح امسح عشان يكون معانا حبر طبعا يا علوي. عدينا انزل بقى خلاص من العربيه، ليتس جو. عدينا في بقى عربيه ثانيه. يلا انا دلوقتي انا لازم بقى اركب ورايا. لا المفروض ان ده هيتمسح. ارجع ارجع، الطريق ده هيتشال دلوقتي. المفروض ان احنا نرسم كده اوكي. شوف بقى شوف شوف بقى بقى الذكاء بتاع. لا يا ابني اللي بترسم اوكي. وقف الرسمه الغريبه دي. او ماي جاد شيل. لا قلم كده يا نهار زماني. هو ليه مولي شيل يا ابني الرسمه. او ماي جاد يا نهار زماني اللي بيحصل ده مش طبيعي. والله يا علويه بص اللي حصل ده حاجات غريبه. انا بص مش عايز اعدي من العربيه دي بصراحه، عايز اعدي من غير العربيه. العربيه بص غريبه يا علويه. لما بنيجي نمسح بص بيعمل القلم ازاي، عشان يعني بنمسح من عند الاستيكه بتاعه القلم. شوفوا والله ده بيعكس بيرسم بشكل غريب. وادي مالي مش احنا عدينا ادي اوكي. طيب طيب ماشي زعبول انت فين؟ مالي وراك على طول مش عارف اعدي الحته الغريبه دي. العالم عماله تمسح. زعبول بص ورايا في الحته اللي هناك دي. اوكي نزلت عربيه تاني. ليتس جو يا حبيبي العربيه طايره. وطي علوي. لا حادثه حادثه يا رجاله. او ماي جاد عايزين نمشي. هو اللي مولي انا واحد. بسم الله ما ترسمش اي حاجه، سيبنا انا اللي ارسم. ما تمسحش، سيبنا انا اللي ارسم عشان انتوا بصراحه. لا يا نهار زبادي وقعنا. وقعنا وقعنا وقعنا. اوكي نعمل ايه دلوقتي؟ ابو علي مش عارف ايه التصرف الغريب اللي احنا محبوسين فيه ده. ثانيه امسح من هنا كده اوكي ارسم كده. لا وقعنا، اوعى ترسم اي حاجه، سيب الفنان ابو علي هو اللي يرسم. بصوا طريق محترم، امسح عشان يكون معانا رسوماتي على الواد. ايوه امسح عشان يكون معانا الرسمه. ليتس جو ليتس جو. يا نهار زبادي اخيرا نط 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 للتشيك بوينت. ايوه كده ناخد التشيك بوينت. ليتس جو. تعالى هنا. هولي مولي ايه البتاعه الغريبه دي؟ ثانيه احنا لو رسمنا كده لفوق، ارسم كده لفوق يا ابو علي، بنعمل الليزر على شكل. والله تقريبا البتاعه دي بتفتح لنا الطريق ده، بس لازم نخلي الليزر يبقى عندها كده. ثانيه نشيل كل الرسومات دي، عايزين نوجه الليزر عليها. يا ابني استنى. اوه شفت يا علوي الذكاء؟ بص حطيت دي عشان توجه الليزر. والله ان انا ذكي محترف. اهو يا علوي شوف عملنا كده عشان ينزل هنا بالظبط ونفتح. اوكي اوكي محدش يوجه الليزر، سيبوني انا اللي ارسم وابقى بصوا افتح لكم الابواب. لا انتوا لبات ما بتعرفوش. امسح امسح امسح. لا بعرف افتح. خلوني. ايوه برافو دخلنا. علي ما تمسحليش الرسمه بتاعتي بقى بعد اذنك. امسح لكم بقى رسمه، طالما بترسموا غلط انا امسح الرسمه. ايه يا حلوين ده السباق ده ما بيخلصش ولا ايه؟ والله سباق كبير. ايوه محتاجين برضو هنا نفتح عن طريق الليزر. يا ابني استنوا خلوا الليزر يخبط هنا. يا نبات انتوا كم واحد بيرسم؟ والله على الواد حدي ده جامد، بس عايز تلعب لوحدك بصراحه. يا اما تدخل ترخم على العيال والعيال ترخم عليك. شايفين كله عمال بص بيرسم بطريقه غلط خالص. اوكي يا ابني استنوا عايز اطلع لفوق بمجهودي من غير الليزر خالص. اوكي عدي عدي عدي. بص البتاعه دي كانت هتلمسنا. محتاجين نجيب الليزر، عايزين نجيب الليزر برضو تقريبا كده. لازم نوجه الليزر هنا، المفروض كده موجهينه. ايوه بصوا على الرسمه بتاعتي. والله او ماي جاد الوش، انا اللي بوجه الليزر صح. لا يا حبيبي تمام ما بعملش حاجه بده تعمل صح. انت فاهم حاجه يا ابني؟ وانا مش فاهم حاجه. انت نو انا النوب. امسح 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 خليهم يقع عليهم، يقع على راسهم يكسروا. امسح. ايوه كده ابو علي كان على انا. اوكي مش مشكله. والله مش مشكله معايا اتموتني. او ماي جاد كنابل كنابل كنابل. ابعدوا عنها، عايزين نبعد نبعد. او ماي جاد انا ايدي اتقطعت. احسن احسن ما تجيش انت عشان ما تسمعش الكلام. او ماي جاد القلم بتاعي راح فين؟ القلم باظ على الواد. وطاح القنبله قطعت لي ايه؟ قولي بولي رجلي اتقطعت يا نهار زماني. لا لا جسمي اتقطع كله. الحمد لله جسمي رجع تاني بسرعه. ارسم بقى. لا القنبله فوق دماغي. او ماي جاد هولي مولي احميك مش يا لو مش القنبله دي. قنبله كبيره جدا. وطا القنبله دي هتفجر هتموت العيال كلها. بصوا هتنفجر هتنفجر. استنوا ده موتتني وانا بعيد عنها ب 5 كيلو. بص على وين القنبله. لا انا عايز اعدي عشان لسه قدامها شويه. ارسم كده ابو علي بسرعه، انا محتاج ان انا اعدي. ايوه ايه ده احنا بنزقها. والله افضل ازقها كده، ازقها على العيال اللي هناك. ايوه
زقيت عليهم. طب علي موت التنتين. يلا يا معلم بسرعه. بص طبعا الكرة يا ابني وسع. الواد عايز يركب معايا الكرة بتاعتي. اوكي نرسم بقى على الواية كده عشان نعرف نعدي. محتاجين ان احنا استنى يا ابني ما تمسحش ما تمسحش بليز. ايوه اعمل لي طريق. برافو عليك. نعمل طريق. امسح بقى الرسمه دي. يا سلام قدر التشيك بوينت. نزل كده. عايزين ننزل كره. كره تاني كره تاني. الكره حلوه ان احنا نعدي بيها على فكره. على شكلها جامد. عدي كده بقى علي. اوكي بس دلوقتي المفروض نمسح من ورا عشان يكون معانا حبر. اوكي وسع يا ابني. طب انا ارجع شويه عشان ده بيطلع. يا نهار زبادي على الدوب ده. اوكي طلعت 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 طلعت. ليتس جو. عديت. ايوه عديت. زعبلوا وقف قدام عليهم. اكرني والله. لما صاحبك بيأخرك طبعا ما ينفعش ان انت تعدي. ما تسرقش الكوره بتاعتي بعد اذنك. طب علي كانت كورتي على فكره. اوكي عدي كده. انت وين انت وين انت وين؟ هولي مولي. لا لا مش عايز اعمل كلير. انا محتاج ان انا امسح. استنى زعبولا. طب علي انت ليه رحت شلت الرزمه؟ انا عايز اعدي الكوره بتاعتي. وايت او ماي جاد. امسح كده بعدي. احنا كده بصوا هنقعد ثلاث ساعات عقبال ما نعدي. اوه اي اي ثانيه. امسح كده مش محتاجين كوره. ايوه اعمل كده. يا سلام بسرعه بسرعه. عديت من غير الكوره كمان. ليتس جو. التين زائد التين بتساوي اربعه. انا كسبت تقريبا. وادي مالي مش احنا قدامكم. اه لازم نكتب. انت مش عارف الاجابه ولا ايه؟ يا ابني عارف الاجابه. لازم نكتب اربعه بسرعه. ايوه ارسم يا معلم اربعه. ايوه اربعه. انا معيش رسمه ولا ايه؟ شيل الرسمه يا زعبول. امسح الاربعه بتاعتك دي. اوكي عدينا على اللي تفاحه. نكتب اسمها يعني ولا نعمل ايه؟ ايه ده انت بتعمل ايه يا زعبول؟ هو علي برسمها. اوه لازم نرسم شكل التفاحه عشان عادي. ثلاثه زائد اثنين كام على اللي خمسه صح؟ يب هنعمل هنا كده. خلينا نختار خمسه. انا عارف طبعا. بقول لكم عشان تكتبوا الاجابه الصح والبوابه تفتح على طول. اوكي شيل شيل. يا نهار زبادي ايه السبايدر ده؟ مش عارف. اوكي خلينا عدي ماليش دعوه. عايز اعدي. انا ما عملتش حاجه يا كابتن. ما عملتش حاجه يا كابتن. عدينا عدينا من السبايدر. امسح امسح امسح. ايه خط العنكبوت الغريبه دي؟ عديت. هولي مولي احنا وصلنا فين؟ عادي مالي مش احنا كده مش هنعدي. مش رسمه كبيره. رسمه كبيره. احنا وصلنا لخط النهايه. ثانيه ارسم لكم حركات بقى. اوكي شيل بس كده بعلي. عايزين نرسم حركات النوب. ايوه وادي بقى مش لو شفت حاجه مش غلط ولا مش كاش يا شا. لا لا خلاص يا علوي وصلت الخط النهائي ورسموا حركات كده. نكون فنشنا التحدي الجامد ده. لو عجبكم التحدي ما تنسوش تجربوا ايزر قدامكم دلوقتي. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات انتوا وصلتوا لحد فين. لو عجبتكم الحلقه لايك واشتراك. وكمان علوي ايه ده امال عندي بترسم ايه؟ وعلي ايه حاجه بيرسموا؟ ايه ده وانا ده؟ وطه وبعلي وط والله كاتب علوي. انزلوا ارسموهم بسرعه. نشوفكم بكره. سلام.